السلام عليكم أيها الشباب. وعليكم السلام يا معلمتنا. درسنا اليوم في بر الوالدين، وأنتم تدركون شأنه العظيم. إن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. ماذا تفهم من بر الوالدين يا عبد الرحمن؟ بر الوالدين هو احترامهما وإطاعتهما في غير معصية الله عز وجل. لماذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الأمهات على الآباء؟ لأنهن يتحملن أكثر في تربية أولادهن. أحسنت يا أحمد، هن أحق بحسن صحبتنا. إن نفقتهن على الأولاد إذا كنا بحاجة، كذلك الآباء إذا كانوا بحاجة. نحن لا نقصر في احترامهم. بارك الله فيكم.